افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الخامس للصيانة والاعتمادية بهدف تبادل المعرفة والخبرات والاختراعات وعرض أحدث التقنيات في هذا المجال المهم. تحديات عديدة تقف أمام الصناعة النفطية، وترافق هذه التحديات الكثير من الدراسات والمفاهيم التي تلازم أي مشروع يفرض نفسه على أرض الواقع، ويعد أهمها تطبيق مفهوم الصيانة الشاملة ليبرز الدور الرقابي الذي باشرت فيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز للتأكد من تطبيق هذا المفهوم في جميع المشاريع الحيوية كتحديث مصفات البحرين ومشروع خط الأنابيب بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وغيرها من المشاريع التي باتت فيها الصيانة النفطية عاملا يسهم في تعزيز قوة وتنافسية هذا القطاع الحيوي. الصيانة العمود الفقري لضمان سلامة الإنسان والمنشآت، وكذلك ضمان ربحية وتشغيل هذه المنشآت باعتمادية عالية جدا. فالحمد لله استطعنا في مملكة البحرين وتحت رعاية كريمة من صاحب المعالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط أن نحظي بهذا الكم من الخبراء من حول العالم. تضمن المؤتمر 54 ورقة فنية بالإضافة إلى عدد من الجلسات النقاشية والحوارية العملية التي شارك فيها نخبة متميزة من المتحدثين العالميين من الشركات النفطية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات في هذا المجال المهم. أهمية الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول في دول الخليج تأتي من أهمية موقعنا الجغرافي ووجود صناعة النفط والغاز وصناعات البتروكيماوية والصناعات الأخرى، واللي هي تعتمد بحد كبير على الاعتمادية علشان توصل الطاقة إلى العالم. بدون اعتمادية في أدائها لن يكون هناك إنتاج مستمر. الهيئة الملكية وقطاع التشغيل والصيانة بين أفضل ثلاثة في جائزة الصيانة والاعتمادية. مدينة الجبيرة الصناعية الحمد لله أنا قلتها قبل شوي في الجائزة أنها إلى الآن تعتبر مدينة حديثة، هذا بفضل البنية التحتية العالية وبفضل منظومة تشغيل الصيانة القوية. على هامش فعاليات المؤتمر كان افتتاح المعرض المصاحب الذي يعد منصة للمخترعين الجدد لعرض ابتكاراتهم واختراعاتهم في هذا القطاع المتنامي، إلى جانب طرح العديد من المبادرات الجديدة التي تحتفي بالمختصين في هذا القطاع مثل جائزة الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية للتميز وغيرها من المبادرات. نتيجة للكثير من الاستثمارات والمشاريع النفطية، لذا يتطلب صيانة استباقية للحفاظ على المنشآت النفطية لفترة أطول من الزمن. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.